تحسن مناخ الأعمال نتيجة الالتزام القوي بتنفيذ أجندة الإصلاح والتغييرات التي تمت في العامين الماضيين، الأمر الذي شجع البنك على مضاعفة حجم استثماراته بمصر العام الماضي نتيجة أجندة الإصلاح. ومن وجهة نظرك، ما هي التحديات التي تواجه المستثمرين؟ حسنا، أعتقد أن التحديات التي تواجه رجال الأعمال في العمل بالسوق المحلية تم ذكرها في تقرير الدوينج بيزنس الصادر عن البنك الدولي، لكنه من المهم تبني إجراءات كتسجيل الشركات بصورة أسهل والوصول إلى عملية صنع القرار السريع وإزالة بعض العوائق التي تعترض ممارسة الأعمال التجارية والتخلص من متطلبات بعض التراخيص، كما أن استقرار التشريعات يعتبر أيضا أمر مهم، فضلا عن أن المستثمرين يريدون بيئة يمكن التنبؤ بها. حقيقة مصر هي اقتصاد متنامي حيث تتوفر المقومات الجاذبة للمستثمرين كحجم السكان الكبير، وأعتقد أن هناك مجالا ينظر إليه الكثير من المستثمرين وهو تحسن العلاقات مع أفريقيا والدول الأفريقية، وكثيرون يرون مصر مكانا مثاليا للاستثمار. So as connections continue to improve with Egypt's neighbors like Sudan and Libya and also كما أن هناك تحسنا في الاتصالات مع جيران مصر كالسودان وليبيا وإثيوبيا وكينيا.